فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إيش معنى أقدمهم هجرة؟ أقدمهم إلى الإيمان والصلاح. شخص محافظ على صلاته من 40 سنة، واحد ولد متعلم الحين متخرج من الثانوية وعلموه أن الإنسان الأفضل أن يتقدم الأحفظ ويتقدم صاحب الصوت الجميل، دخل المسجد مباشرة إلى المحراب. لا 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 يصلح هذا الكلام. أقدمهم هجرة هناك. لذلك النبي عليه السلام يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليكون ورائي، ليكون في السترة، في السترة وراء الإمام أهل العقل أهل الدين. أولو الأحلام، إيش معنى الأحلام؟ يعني العقول. والنهى، إيش معنى النهى؟ العقول. لأن أحيانا يتضاربون، من يصلي بالناس؟ أحيانا يتدافرون، أحيانا واحد يسحب الثاني. حدثت، يتقدم إمام الثاني يسحبه ولا تصلي بنا. لا، الصلاة ما فيه هذه الحركات. فيكون أهل الفضل. في ناس مثلا يتقدمهم شخص لأنه مسبل سحبه من المحراب بعيد الشر. هكذا أمرنا أن يسحب الإنسان من المحراب؟ يا أخي صلي معه، أو يعني شيء آخر إذا كان لك رأي في قضية قبول الصلاة. إذن الذين يكون خلف الإمام أهل عقل أهل فضل أهل وعي. لا تسحب إنسانا من المحراب، هذه ليست من شيء من الإسلام، هذا مقاتلة، هذا عراك، ليست صلاة. الشباب، كثير من الشباب الذين تعلموا أحكام الدين والشرع في هذا الزمان لا يعرفون هذه الجوانب، لا يدركون أبعاد القيم والشيم، ويظنون أن أخلاق الإنسان هامشية في الدين، وهي أصيلة في الإسلام. الأخلاق أصيلة في الشرع، المروءات أصيلة في ديننا. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذن أقدمهم هجرة، تعني الأقدم إلى العبادة والصلاح. طبعا الإنسان أيضا في المقابل ليس عليه أن يقول أنا أفضل منكم لأني أصلي من سنين، ويسفه الشباب والناشئين ويقول هل هؤلاء الذين ظهروا. لا، لا، ليس عليه أن يشعر بالغرور. الله أعلم بالمؤمن، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك، لا تقول أنا الأفضل، هذه العبارات خليها عنك. من هذين طالعين الحين ما يمشون، يعني من عبارات بعض الناس، ما يمشون الحصى مثل ما كان الشيخ جاعد يمشي الحصى. يعني العلم اللي يمشي الحصى، اللي يمشي الحصى هو العلم؟ ايش سوى لنا تمشية الحصى؟ ايش سوى اللي يمشي الحصى؟ ايش سوى؟ لا حررنا القدس بتمشية الحصى، ولا جاب رزق تمشية الحصى، ولا جاب دين ولا دنيا تمشية الحصى. ولك ما يمشون الحصى متعلمين الحين، المتعلمين الحين يمشون سيارات من السويق إلى مسقط في ساعة. زمان أول ما يمشون سيارات خلال ساعة. لو بغينا نقيسها من هذا الجانب، العلم هو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر العلوم تبع وليست هي الأصل.